بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم جميعا، وكل عام ومصر وشعب مصر بكل خير، وإحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة العظيمة الباقية الدائمة العزيزة علينا جميعا عبر كل هذه السنين. الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر، روح أكتوبر ما زالت تسري في أجسادنا. روح أكتوبر، هذا المصطلح، هذه الكلمات، هذه المفردات بتمثل حقيقة راسخة باقية موجودة في قلوبنا وفي أرواحنا جميعا. روح أكتوبر تسري في جسد الوطن. الذكرى 51، نصف قرن وعام بتحتفل مصر خلال هذه الأيام بنفحات النصر، نفحات التحدي، تحدي التحدي، نفحات هذا النصر الصعب المعقد الذي غيرت فيه مصر الخريطة الإقليمية، وغيرت فيه معادلة الأمن القومي الإقليمي والعالمي. منذ نصف قرن حقق المصريون هذا الانتصار الذي تلته تحرير الأرض بدماء مصرية وأرواح مصرية صعدت إلى بارئها كي يبقى هذا الوطن. اليوم وفي مثل هذه الأيام من كل عام بنحتفي ونحتفل، بنفخر، بنرفع رايات النصر، نسمع أهازيج النصر، بنردد جميعا في قلوبنا قبل ألسنتنا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. النهاردة بهذه المناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وزيارة واجبة، تقليد عسكري مصري أصيل، تقليد سياسي مصري رصين. الرئيس في إطار هذه الاحتفالات بيضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. بهذا هذا التقليد العسكري الذي لا يمكن لنا أن نتجاوزه، صورة بتؤكد عراقة وأصالة الدولة المصرية. تواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. هنا القاهرة نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة.